من ويسن التأمين. نعم نعم، ويسن تأمين. نعم إذن هذا من سنن الفاتحة. سبقا ذكرنا وبينا بعض منها ويبقى بعض. فإذا ويسن تأمين أي قول آمين. إذن أشار المصنف أشارح أشار الشارح بقوله أو بتفسيره التأمين بقول آمين، أن التأمين مصدر من أمن بمعنى قال آمين. فعل أمن يأتي بمعاني، مثلا يأتي بمعنى أعط الأمانة يعني أزال الخوف أمن. فإذا هنا معنى التأمين ليس ذاك ولا غيره، بل هذا مصدر من أمن بمعنى قال آمين. يقال أمن زيد يعني قال قول آمين. ثم يبين يعني كيف ضبطه حتى آمين بالتخفيف والمد، يعني كما نطقت آمين التخفيف يعني المد، مد الهمزة الأولى آمين. وهذا في الحقيقة لغة واحدة في هذا القول، وهناك لغات أخرى ثم بعدها بينا في التحفة شيخه ابن حجر رحمه الله عبارة الباجوري بما بد المي، فهذا الذي ذكر بد الهمزة. وهنا في هذه اللغة مع الإمالة وعدمها هكذا ذكر. فإذا آمين وآمين إمالة يعني آمين، إمالة إلى هذه كسرة آمين. ثم وبالقصر قصر يعني قصر الهمزة، إذن يكون أمين أمين أمين، هي أمين لغتان ثم أمين هكذا قصر. ما هو الأفصح لكن المد أفصح، أمين هو الأفصح. ثم ويجوز تشديد الميم مع المد، آمين هذا بتشديد الميم لغة أخرى الرابعة، والقصر أيضا. ففيه خمس لغات يعني أمين. فإذا آمين 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 آمين. ثم وحسن زيادة رب العالمين. سيبين شارح معناه، أن معناه استجب. وهنا حسن زيادة رب العالمين يعني رب العالمين بالعالمين بعد التمين، يعني يقول آمين رب العالمين أو يا رب العالمين أيضا بل الله لي آمين يا رب العالمين أو رب العالمين فقط. وهناك يعني قابل التأمين يحسن زيادة ربي اغفر لي كما سيأتي، ثم يحسن التأمين عقبها عقبها أي عقب الفاتحة ولو خارج الصلاة. هذا يعني كلما يقرأ الفاتحة يذكر عقبه قول آمين، يقول هذا القول. لكن هناك في الصلاة أكد هذا التأمين مؤكد في الصلاة هكذا ذكر في التحفة، لكنه فيها أكد. ثم هنا ذكر عقبها يعني عقب الفاتحة، فإذا
سبق أن بينا رجل عاجز عن قراءة الفاتحة، يعني هو لا يعلم الفاتحة، بل هو قرأ 7 آيات من غير الفاتحة، أو هو أتى بذكر 7 أنواع من الذكر، أو هو لا يعلم شيئا، فإذا هو قام ساكتا قدر الفاتحة. بالنسبة إلى هؤلاء، هل يشرع لهم التأمين أو لا يشرع لهم؟ نعم يشرع لهم. قال في التحفة: ومثلها بدلها، لكن قال: إن تضمن دعاء، يعني هذه الآيات 7 فيها بعض الدعاء، أو هذه الأذكار، يعني 7 أنواع من الأذكار فيها أذكر يتضمن معنى دعاء، لو كان هكذا فبعد هذه أيضا يقول آمين. فإذا السكوت يعني مقدار الفاتحة لا يكون هناك دعاء، لذلك لا يشرع له، لكن بعض أطلق يعني بدون هذا القيد، بعض المتأخرين قال يشرع لكل أحد يأتي بدل الفاتحة، سواء تلمن المعنى أو لم يتلمن المعنى، سواء كان ساكتا قدر الفاتحة كل. لماذا؟ هذا البدل أعطي له حكم المبدل منه، بدل منه الفاتحة، لذلك يشرع لكل أحد. هذا هل يشترط لسنية التأمين أن يتلمن معنى الدعاء أو لا؟ هذا خلاف. بعد سكتة لطيفة، هذا عقبها عقب الفاتحة، لكن هناك يجب فاصل بين التأمين وبين الفراغ من الفاتحة، فاصل بأي شيء، بسكتة لطيفة. فهذه السكتة اللطيفة قالوا يعني بقدر سبحان الله، هكذا قدروا كما سيد، أو يعني يمكن تقدير هذه السكتة بسكتة التنفس، في بعض الأحيان يقولون سكتة لطيفة أو سكتة يسيرة أو سكتة تنفس، كل هذا واحد. فإذا بعد ولا الضالين لا يسرع بالتأمين، بل يتنفس أو يعني يسكت قدر تنفس، يعني سكتة لطيفة، بعد ذلك يقول آمين. وهذا أيضا لأجل أنه يساعد التدبر، نعم التدبر في القراءة، ما لم يتلفظ بشيء. ثم بعد السكتة اللطيفة وهو أن يؤمن، فإذا ينبغي أن يكون هذا عقب الفاتحة، الفقهاء عبروا بالعقب لم يعبروا بالبعد، وهناك فرق بين العقب والبعد، العقبية والبعدية، العقبية تفيد الفورية، أما البعدية لا تفيد الفورية، لو تأخر فلا يكون بس، أما هنا عبروا بعقبها، لذلك يجب أن يكون هذا التأمين بدون فصل طويل، وكذلك بدون فصل أجنبي، هذا الذي يقول ما لم يتلفظ بشيء، فإذا لو تلفظ بشيء لا يسن، يعني فات سنية التأمين، فإذا يسن تأمين ما لم يتلفظ بشيء أجنبي. هذا كلمة ما لم يتلفظ هو ما الظرفية، يتتعلق بقوله يسن تأمين عقبها، عقبها معنى العقبية، هذا ما لم يتلفظ بشيء. ثم وهكذا قال ما لم يتلفظ بشيء، لكن هناك ذكر في التحفة تنبيه، أفهم قوله عقبه فأوت التأمين بالتلفظ بغيره ولو سهوا، يعني لو نطق بشيء سهوا، أنه سهى أنه في الصلاة ثم نطق، بعد ذلك تذكر أنه في الصلاة فرغ من فاتحة، يعني لم يؤمن، فنفعت له هذا سنية التأمين، هكذا يفيد كما في المجموع عن الأسحاب، وإن قل يعني
التلفظ بغير، وهذا الغير لو كان قليلا إليه، قليلا يعني لو كانت كلمة. ثم نعم بعد نقله يقول ابن حجر رحمه الله: ينبغي استثناء نحو ربي اغفر لي، بعد على الله لي ربي اغفر لي، ليس هذا معينا بل نحوه، يعني ربي اغفر لي وربي ارحمني هكذا. وافهم ايضا فوته بالسكوت، نعم ربي اغفر لي، وبعده في التحفة يعني في الشرواني كتب: ولو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا. فإذا بعد قوله ولله يقول ربي اغفر لي هذا مستحب، ثم لو زاد عليه ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين لا يفوت به سنية التيمين، هكذا ذكر يعني عبد الحميد الشرواني رحمه الله. نعم. ثم وهذا يفيد يعني يفوت بالسكوت الطويل، نعم هذا السكوت يعني بعد السكوت المسنون. ذكرنا أنه ينبغي الفصل بين ولله وبين آمين بسكتة لطيفة، وبعد اعتبار هذه السكتة اللطيفة لو سكت سكوتا طويلا يفوت، هكذا. نعم. فإذا هكذا يعني آداب للتأمين، يقول بعد ولله ربي اغفر لي ثم لو زاد ولوالدي ولجميع المسلمين يحسن، ثم يقول آمين ثم يقول رب العالمين، هكذا يعني ترتيب هذه الآداب. نعم. ثم ويسن الجهر به في الجهرية حتى للموموم لقراءة إمام تبعا له. ثم كيف يؤمن؟ يؤمن جهرا ليس سرا، أين في الجهرية؟ لو كانت الصلاة جهرية فهو أن يؤمن جهرا من حتى للموموم، إذا هذا الجهر مسنون ليس للإمام فقط بل للموموم أيضا، هذا الجهر سنة لقراءة إمامه، يعني الموموم الإمام يجهر لقراءة إمامه وكذلك لقراءة، فإذا أين يجهر؟ لقراءة إمامه فقط، يعني لقراءة نفسه لا يجهر بل هو يجهر لقراءة إمامه فقط. ثم قال تبعا له، وهذا في الحقيقة ليس للاحتراز بل لبيان الواقع فقط، يعني هذا يفيد أنه يجهر تبعا للإمام، فإذا يسن للمأموم الجهر بالتأمين لو جهر إمامه بالتأمين، هذا يفيد، لكن لو جهر أو لم يؤمن أصلا الإمام يعني قرأ هكذا فرغ من الفاتحة من قوله ولله لين ثم بدأ السورة ترك التأمين، هل يسن للمأموم التأمين؟ نعم يسن له، فإذا تبعا له ليس للإحتراز وليس هذا القول قيدا. نعم. ثم وسن لموموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته، وهنا يعني يظهر قيد لسنية التأمين للموموم، هذا يعني كما إن سمع قراءة إمامه ينبغي أي سماع سماعا يميز سماعا مبهمة لا تتميز الحروف، هذا السماع لا يكفي بل قراءة يعني مميزة بين الحروف، هكذا لو سمع
وهو يجهر نعم يؤمن مع تأمين إمامه لخبر الشيخ نعم ينبغي تأميم الموموم مع أن تأمين الإمام ليس قبله ولا بعده ينبغي أن يحترز أن يكون تأمينه مع تأمين إمامه كتب في التحفة لا قبله ولا بعده لماذا ينبغي أن يكون مع إمامه ليوافق تأمين الملائكة كما سيأتينا لخبر الشيخ إذا أمن الإمام فأمنوا هذا هو الحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا هو الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ثم ما معنى إذا أمن الإمام فأمنوا فهذا التركيب هذا التعبير يفيد أن تأمين المأمومين بعد تأمين الإمام إذا أمن إذا قال آمين فأمنوا فبعد ذلك تؤمنون هذا هو معنى التعبير لكن ليس هذا مراده لذلك فسر قوله أمن بمعنى أراد التأمين متى يريد التأمين أن حينما يفرغ من الفاتحة فإذا هو فرغ من الفاتحة وأراد التأمين فراغه من التأمين قرينة إرادته الأمينة فإذا أنتم تقولون آمين أمنوا ثم لماذا فإنه هذا الأمير الشهيد من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هكذا ورد في قوله ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض يعني عندما يرفع الإمام من الركوع هو يقول سمع الله لمن حمده وهناك أيضا هذا الفضل قد ورد سمعتم الإمام يقول سمع الله لمن حمده فتقولون ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء وفي هذا القول أيضا ورد فضل يعني موافقة الملائكة ثم غفر له ما تقدم من ذنبه فإذن هذه الموافقة هي موافقة زمنية الموافقة موافقة زمنية متى ينبغي أن يؤمن الإمام كما ذكرنا يعني بعد سكتة يسيرة بدون فصل طويل فإذا في هذا الوقت لو أمن الإمام أو لم يؤمن يؤمن المأموم كما قلت كذلك الملائكة أيضا يؤمنون في هذا الوقت سواء أمن الإمام أو لم يؤمن هذه هي الموافقة الزمنية لكن بعض قال هذه الموافقة في الإخلاص لو وافق إخلاص تأمين المأمومين لإخلاص تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني وهذا كيف يعني في هذا المعنى عسر تضييق على عامة المسلمين يعني لا يوافق تأمينهم في إخلاصهم تأمين الملائكة يعني الملائكة مخلصون في عبادتهم وفي أداء الآداب مع الله تعالى في غاية الإخلاص فإذا الراجح يعني ما قالوا أولا يعني هذه الموافقة موافقة زمنية نعم وليس لنا ما يسن به التحري مقارنة الإمام إلا هذا وليس لنا ما يسن تحري مقارنة الإمام المأموم يتحرى أن يقارن فعله بفعل الإمام بالله هذا هنا فقط وفي سائر الأفعال كلها يتأخر عن فعل الإمام في تكبيرة الإحرام هذا واجب تماما
أما في غير تكبيرة الإحرام لو قارن يفوته فضيلة الجماعة مثلا هذا الركوع أو السجود فعله مع الإمام مع سجود الإمام وركوعه هكذا يفوته فضيلة الجماعة. أما هنا يعني الموافقة مطلوبة فهذا في الحقيقة أمر بسيط جدا يعني موافقة تيمينه مع تيمين الملائكة ومع ذلك فضله عليم. فضله عليم يعني مغفرة ما سبق له من ذنبه لم يقيد هذا بشيء وهذا من مصداق قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الله تعالى قال في القرآن المجيد إن الحسنات يذهبن السيئات فإذا من تلك الحسنات هذه الموافقة. نعم ثم فهذا فضل من الله تعالى تضعيف الأجر وكذلك تضعيف الفضل في بعض الأعمال هذا فضل من الله تعالى كما ورد يعني في الصحيح في صحيح البخاري هذا اليهود والنصارى اشتكوا الله تعالى يعني بأنهم أكثر عملا وأقل أجرا هذه الأمة أقل عملا وأكثر أجرا فإذا اليهود والنصارى اشتكوا الله فإذا سألهم الله تعالى هل ظلمتكم بشيء قالوا لا يعني الله تعالى ماذا وعد لهم من الأجر أعطاهم فإذا ليس في تقليل الأجر هذا ظلم لأنه أعطاه ما وعده ثم قال ذلك فضل أعطيه لمن أشاء يعني تضعيف الأجر بالإطلاق لهذه الأمة بالنسبة إلى اليهود والنصارى يعني بالنسبة إلى أمة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام يعني على الدين الحق بدون تحريف وهم المراد باليهود والنصارى لهم يعني تقليل أجر العمل ولهذه الأمة تضعيف أجر العمل فهذا فضل من الله تعالى كذلك الله تعالى يودع الفضل في بعض الأعمال بالنسبة إلى بعض آخر وهذا فضل من الله ثم هذا رحمة من الله تعالى ثم وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا وإذا لم يتفق له موافقته أمن عقبة يمينه فإذا ذكر المصنف بالمتن ومع إمامه إن سمع يعني ينبغي أن يكون تيمين المأموم مع تيمين الإمام لو فات له هذه المعية هل يفوت طلب التيمين الظاهر ما قاله أولا يفيد أنه لو فاته هذه المعية في التيمين مع إمامه يفوته طلب التيمين يسقط له طلب التيمين ليس كهكذا لذلك هو ذكر هذه المسألة يعني لم يتفق له موافقته ممكن هو كان يقرأ الفاتحة أو يعني كان يستغل بدعاء الافتتاح فإذا أراد أن يفرغ منه يعني بقي عنده كلمة أو يعني هو كان غافلا شارد ذهني يتفكر في أمر هذا لا ينبغي في الصلاة مع ذلك هكذا كان فإذا عندما سمع أذان تأمين الإمام فإذا لم يتفق له بل تأخر قليلا فإذا ماذا يفعل ويؤمن عاقبه يعني لا يفوته طلب التيمين سنية التيمين بفوات المعية ثم أمن عقبين أخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التيمين وأمن المأموم جهرا هذا مثلا أنا قلت إما هذا الإمام لم يؤمن في الوقت المسنون ما هو الوقت المسنون يعني بعد فراغه من الفاتحة عقبه بفصل سكتة يسيرة هذا هو الوقت المسنون وآخر عنه أو يعني تركه ماذا يفعل وهو يؤمن
أمن المأموم متى يؤمن يعني هل ينتظر موافقة تأمينه مع تأمين إمامه الذي أخر عن وقت المسنون لا ينتظر بل هذا المأموم متى يؤمن في وقته يعني كتب في التحفة أمن المأموم قبله ولم ينتظره اعتبارا بالمشروع لا ينتظر لماذا هو المشروع الانتظار في المشروع فقط وهذا غير مشروع ثم يبين يعني معنى كلمة آمين فآمين اسم فعل مبني على الفتح ويسكن عند الوقف في هذا كلمة آمين هي كلمة عربية ما أن اليهود والنصارى أيضا يقولون آمين عندهم أيضا هذا آمين وكذلك ورد في فضل آمين والدعاء الجماعي حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما حسدكم اليهود كما في شيء كما حسد في آمين يعني هؤلاء اليهود كانوا يحسدون حسدا أعلم وأكبر لا يحسدون مثله في شيء آخر في مشروعية آمين لهذه الأمة آمين هو شعار الدعاء الجماعي شعار هذا آمين شعار الدعاء الجماعي فإذا معناه كانوا يحسدون لهذه الأمة في تشريع الدعاء الجماعي لهذه الأمة لماذا؟ كانت عندهم تجربة بقبول أو بكون الدعاء الجماعي مقبولا عند الله تعالى عندهم تجربة لذلك وهم كانوا يحسدون هكذا كان يعني يخاف المشركون أيضا حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أعدائه هم خافوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في الحرم كانوا يعتقدون أن الدعاء في الحرم مقبول عند الله تعالى لذلك خافوا فكذلك هؤلاء كانوا يخافون اليهود الدعاء الجماعي وكانوا يحسدون ثم آمين اسم فعل فإذا هذا اليهود والنصارى هم أيضا يقولون آمين فإذا هذا من اتحاد اللغة أو الاتفاق بين اللغات كما هو الراجح عند البلاغيين كما ذكر سعد التفتازاني رحمه الله في مقدمة المطول والمختصر هكذا كتابان له في علم البلاغة وقال في بحث هل في القرآن لفظ غير عربي وقال ليس في القرآن شيء من الكلمات غير عربية كلها عربية ثم بعد ذلك يعني بحث يوجد هناك كلمات في القرآن نفس الكلمات توجد في غير اللغة العربية ثم أتى بأمثلة أخيرا وبين هذا اتفاق يعني في اللغات توجد كلمة واحدة أصالة في أكثر من لغة وهذه كلمة نصلية في العربية في السريانية في الفارسية هكذا توجد فإذا هذه اشتراك اللغات في كلمة واحدة لا ينفي عربيتها من أمثلتها هذه الكلمة آمين هي عربية اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح إذا آمين أسماء الأفعال مبنية فإذا هذا بني أو بناؤه على أي حركة على الفتح لكن عند الوقف يسكن نعم